السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيباتي رح يكون موضوعي موضوع السواد اللي تحت العين. أنا بديت معاكم تدريجياً ورح أكمل معاكم هيك هذا الأسبوع كله، يعني بعدي بكرة إن شاء الله علاج الحبوب، بعدي علاج تساقط الشعر وأسباب تساقط الشعر، وكتير رح أعطيكم شغلات جديدة لكم للشعر وكمان بعديها للجسم وهكذا. اليوم حبيباتي هو السواد تحت العين، زين، وأسبابه والتورم تحت العين. من أسباب التورم تحت العين والسواد تحت العين حبيباتي، السواد والتورم يكون عادة أكثر، يعني الأوقات أو الأحيان بيكون معظم الناس وراثي، يعني يكون والدتك أو والدك أو خالتك أو أحد من يعني المقربين كتير بيكون عندهم هذه، فأنت تحملين هذا الشيء من عندهم. اثنين، بالذات السواد تحت العين، شلون نقول، انتفاخ تحت العين بيكون أكثر إشي هو السهر والأرق وقلة النوم والإرهاق، هذا بتكون العوارض تبعته، زين، وكثرة الأدوية اللي تشربوها والمنبهات وبالذات الكافي وهيك شغلات. فحبيباتي أتمنى من عندكم إنكم يعني شلون نقول، ما بقولكم تنظمون نومكم، أنا زيكم مش منتظمة بنومي الصراحة، بس يعني تاخذين وقت الكافي من النوم، تريحي عينك، شلون نقول، يعني شلون تقولين، تقللين من السهر بقدر الامكان، طيب، وتعالجين هذه اللي يعني شغلتها مو وراثيه، طيب، تقدر تعالجها بهاي الشغلات اللي انطيكم اياها، اللي شغلتها وراثيه وهذه تقدر حبيباتي، وخاصه اللي تكون يعني مو من السهر، خاصه اللي من السهر هاي تروح بسهوله يعني، بس اللي عندها مزمنه، فأتمنى إنكم تراجعوا دكتور أفضل صدقوني. بس أنا بنفس الوقت العلاج اللي راح أعطيكم إياه بيخفف، طيب، إن شاء الله، لأنها علاج كتير كويس وكتير منيع، طيب، لأن أنا راح أعطيكم هو النسكافيه. النسكافيه هو مضاد للأكسدة، طيب، مضاد للأكسدة بالذات للسواد وتوحيد لون البشرة، كتير منيح، وبنفس الوقت كمان يعالج الخطوط اللي تجي بالعين، العروق الحمر أو الزرق اللي هيك تجي زي الدمارات اللي بالعين، ويعالج بنفس الوقت الاتفاخات اللي بالعين، وبنفس الوقت يعالج التجاعيد تحت العين. العسل كنا نعرف إلى قدرة، زين، إلى تجديد الخلايا اللي بالجلد، يعني يجدد خلايا الجلد، عشان هيك إن شاء الله يساعدكم في توحيد لون البشرة تبعتكم ويبعد عنكم السواد اللي هو تحت العين. طيب، زي ما قلت لكم الهالات السود هي عادة أكثر إشي هو الإرهاق حبيباتي، فأتمنى من عندكم إنكم تبعدوا عن الإرهاق، تقللوا يعني الكافي تشربوه، تقللوا السهر بقدر الإمكان، تقللوا التدخين والأرجيلة اللي هسه شايعة بالمعظم الناس. طيب، أتمنى من عندكم إنكم تقللون هذه. زين، الانتفاخات اللي تحت العين شلون نقول، وكمان بنفس الوقت السواد تحت العين، أفضل إشي لكم حبيباتي وكمان يبعد التجاعيد، وسبق البارحة أو وقت البارحة طلعت لكم إياه، هي حبة البركة مع العسل، كتير كويسة الحبة البركة مع العسل. لو أخذتي حبة البركة وطحنتيها وخليتي معاها العسل، طيب، وخليتيها تحت العين على شكل هيك طبطبة، طبطبيها تحت عينك، طيب، حواليها وتظلين تطبطبين، بس قبل هذا كله بتكونين أنتي ماخذة قطنة مدورة قبل هذا كله، وتجيبين ماء ورد، طيب، وبالقطنة، ويا ريت الماء الورد بيكون حاطته هو القطن بالثلاجة صاير بارد، طيب، يعني كتير بارد، إذا ما تقدرين حتى مثلج كتير حلو تحطيه على العين، لأن الماء البارد أو الثلج كتير منيح بيبعد السواد ويقبض
مسامات اللي حول العين ويبعد التجاعيد ويفتح، يعني يخلي أي علاج تاخذيه يتقبله. فيا ريت قبل أن تبدين بهذا الماسك تجين تنظفين تحت عينك، تغسليها، وبعدين بالماء الورد، كتير منيح الماء الورد أو الخيار. الخيار سبق وقلت لكم الخيار، حاولوا سووهن بالقطن المدور، خليهن كلهن هيك، يعني القطن المدور كله غطيه بالخيار وصفطيه ودخليه بالفريز، بعدين يوميا يا ريت مرتين تسويها، الصبح تسويها وبالليل تسويها، ان كان خيار او ان كان الخيار او الماء الورد. البابونج، اكياس البابونج، تقدرين حبيبتي كمان تهدي الاعصاب وتريح تحت العين، وكتير كويس حتى للبشره. تشربي الشاي البابونج والاكياس، لا ترميها بالزباله، دبيها بالفريز وبعدين حطيها على عينك. الاكياس الشاي الاسود كتير منيح، الشاي الاسود كمان اشربي وبعدين ضبي الاكياس بالفريز، وتقدرين كمان تحطيها تحت العين. إذا بقى عندك شاي بالبيت وما استعملتي وبدك تكبيه، تحطيه على هاي القطن وتخليه بالثلاجة ولو 4-5 قطنات وبالفريز، وبعدين تحطيها على عينك. استعملي هذا الشيء مدة أسبوعين وشوفي كيف رح يقل عندك كتير، بنسبة كتير عالية. يا ريت كمان تجيبين حلقات، تجيبين خيار، وهذا الخيار بتعصري، يعني بتطحني بالمطحنة، وبعدين تاخذين بس المي وتحطين ويا المي حليب، كمان حليب يعني فدي 3 ملاعق، وتخلطيه مع بعض وتجيبين الفاين وتغطيهن فيه، طيب، وتحطيهن بالفريز كمان وبعدين تحطيهن على العين. الحليب دائما حاولي مع الخيار حطيه تحت عينك، كتير منيح، كتير كويس. اللبن كمان أخذي قليل من اللبن ورطبي تحت عينك، كتير كويسة، لبن وعسل، لبن الحلو كتير منيح حبيباتي. البطاطا، شرايح البطاطا سبق وقلت لكم ياها، كتير كويسة. بالنسبة لهسه رح أسوي لكم ماسك، في هذني الشغلات حكيت لكم ياها، إن شاء الله تطبقوها، وهسه رح أسوي لكم هذا الماسك يبقى عندكم بالثلاجة، كتير حلو كتير كويس، يوميا تقدرين تحطيه على بشرتك. تاخذين تقريبا ملعقة أكل كبيرة من النسكافيه، طيب، كتير منيح حتى اللي عندها تجاعيد، شو اسمه، كتير منيح هذا الماسك تحت العين وللبشرة كلها. وتاخذون حبايبي كمان بنفس الوقت، بس احط هاي هيك عشان هي، تاخذون كمان معاها عسل، طيب، العسل معاها تقريبا ملعقة اكل، طيب، وهذا تقدرون تخلوه بالثلاجة عندكم تستعملوه لمدة أسبوعين بالضبط، ما عليه أي إشي، طيب، وتخلطوه كويس منيح. طلعوا حبيباتي، إن شاء الله يكون واضح، بس أوضح لكم إياه، طلعوا هيك، تخلطوه كل كتير كويس بحيث تحصلون على مادة كريمية ومتجانسة مع بعض. طيب، هذا اصلا علاج كتير كويس وكتير فعال. طيب، يعني ملعقه اكل من النسكافيه وملعقه اكل تقريبا من العسل. اذا طلع معاكم كثير ثقيل، طيب، تقدر تحطون قليل جدا، يعني ملعقه صغيره جدا من الماء الورد، او تزيدوا العسل. طيب، اللي ما بدها تبخل على حالها، انا بقول تحط عسل افضل. زين، يعني انا هسه شوفوا كتير حابه هذا الماسك، انا كمان حبته تحت العين كتير كويس. لو حبيباتي، وهيك بس تحاولوا النسكافيه، لازم حاولوا تظلوا هيك تعملون فيها حد ما تصير يعني تتجانس مع العسل. بعد ما بتسوون هيك، شو رح تجيبون معاه؟ تجيبون كبسولات فيتامين اي. كبسولات فيتامين اي رح تحتاجون بهاي الوصفة تقريبا كبسولتين. الكبسولات الكبيرة اللي تجي 600، الكبار مش الصغار، كبسولات فيتامين اي، هيو كبسولات فيتامين اي اللي تجي 600. طيب، راح تاخذون معاها
ان شاء الله تكون واضحة، بس اوضح لكم اياها عشان كل شيء يصير واضح. طلعوا تفتحوها، ضروري الفيتامين اي مع هاي الوصفة، عشان اللي بدها شلون نقول علاج 100% هاي الوصفة انا بعطيكم فيها جارانتي 100%، ووصفة فعالة وكتير منيحة، لان اكثر الكريمات اللي تحت العين هي فيها الكافيين والفيتامين اي. طيب والعسل كنا نعرف مرطب كتير كويس للبشرة. طيب بحالة شفتوها كتير هيك جامدة تحتاج يعني عسل، يعني زيدوا العسل، زيدوا فيها العسل. المهم حبيباتي هيك هسه انا بدي اسيبها شوي اشوفها، يمكن لانها بعده كمان شوي يمكن يتجانس كلها مع بعض. المهم شو راح تسوون حبيباتي؟ راح تاخذون من عندها طيب وتخلوه على شكل طبطبة تحت العين، هذا يكفيكم تقريبا اسبوعين ثلاثة، ما راح يصير عليه شيء هو. طيب راح تاخذين هيك، راح اورجيكم تاخذين هيك وتسوي له هيك على شكل طبطبة تحت عينك. طيب هيك وتحت وفوق، بس ديروا بالكم يدخل على العين يعني داخل العين هيك. طيب وحاولي هيك طبطبيه، بس تكوني انتي مسويه بالخيار او بالماء الورد او بالحليب او يعني باي شيء اللي انا ذكرت لكم اياه، وتخليه هيك وفوق العين كمان وحوالين العين، حتى اللي عندها سواد حوالين التم، اللي حابه تحطه على البشره كلها كمان كتير كويس. السيبيه هيك تقريبا شلون نقول، خليها تقريبا 20 دقيقه 25 دقيقه، بعديها تقدرين تغسلي. بالنسبة لهذا الماسك حتى اللي عندها خطوط الحمر اللي تحت العين هيك، مرة واحدة أخت راسلتني هسه تذكرتها، حكت لي عندي تحت عيني خطوط هيك زي الدمارات أو عروق هيك خفيفة، خطوط حمر باينة واضحة، وأنا لأني بيضة كثير فباينة ببشرتي. إن شاء الله هذا الماسك إذا سويتيه كتير كويس بعد ما غسلتي هذا من وجهك وخلصتي، وهذه يا ريت إذا عندكم جل الألوفيرا، جل الألوفيرا كتير كويس إذا رطبتي تحت عينك. أتمنى إنك هذا الماسك يوميا الصبح تعملي فيه، مع زي ما حكيت لكم بالقطن اللي تحطوه على عينكم مرتين باليوم. تجين تنامين وبدك تنامين، بدي اعطيكم وصفة كلش بسيطة وكلش سهلة، تحطي كريم تحت العين. زين وصفة كتير سهلة وكتير بسيطة، شو هي؟ تاخذين نقول مثلا ملعقة بعلبة بجد، هذه بدك تسويها، تاخذين ملعقة أكل من زبدة الشيا، ملعقة أكل من زبدة الشيا أو ملعقة وسط. طيب فيتامين إي كمان تاخذين من هاي الفيتامينات كمان كبسولتين، تسيحين زبدة الشيا وتحطين كبسولتين اثنين من فيتامين إي، وتقدرين حبيبتي تحطين ملعقة وسط، إذا خليتي الملاعق كلها وسط خليها كلها وسط، خليتي كبيرة كلها كبيرة، بس كبيرة كتير راح تصير عليكي، وبهالعلبة هيك الصغيرة راح تصير كتير كبيرة. يعني يا ريت تاخذين ملعقة وسط زبدة الشيا، كبسولتين فيتامين اي، ملعقة صغيرة جدا مثل هذه من جنين القمح، جنين القمح كتير كويس لل تحت العين، كله تخلطيه مع بعض، تسيحيه بالحمام مائي وكله تخلطيه مع بعض، واذا حابة كمان ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، كله تخلطيه مع بعض وتخليه هذا اليك تحت العين قبل ما تنامين، ترطبين فيه تحت العين وتنامين. او اذا بدك تقدرين فازلين، طيب ملعقة وسط من الفازلين أو ملعقة صغيرة زي ما بدكم، حاعطيكم ملاعق كلها صغيرة أو أنت الزايدين، ملعقة صغيرة من الفازلين، ملعقة صغيرة من جوز الهند، ملعقة صغيرة من شمع العسل، فيتامين إي.
طيب ملعقة صغيرة من بازلين، ملعقة صغيرة من جوز الهند، ملعقة صغيرة من شمع العسل، فيتامين اي 2 كبسولات من هذا الحجم. طيب تخلون كلهم بحمام مريم، بعدين تخلوه بعلبة هيك كمان تحت العين، وبنفس الوقت تقدرون تستعملوه الى البشرة بالكامل. هذا بيكون كريم ليلي تقدرين تخليه تحت عينك، وحتى تقدرين كريم نهاري تخليه تحت عينك وتقدرين تحطين فوقي المكياج، كتير حلو بس ما بتتعرضين على الشمس. وهيك انا حبيباتي ان شاء الله عملت لكم، واتمنى انكم هذا الشغلات اللي قاعد اعمل لكم اياها هالايام تواظبوا عليها وتستمروا عليها، راح تاخذون نتيجه كتير حلوه. كمان حبيت احكي لكم يا ريت كمان فيتامين سي، فيتامين سي كتير كويس وكتير منيح. طيب تاخذوا لكم ولو باليوم كبسوله واحده من فيتامين سي، هاي تجي على شكل ماس اذا حابين، طيب تاخذوها، وهذه تجي على شكل حبوب كبسولات. طيب فيتامين سي كتير منيح اذا حاولتوا يوميا تاخذون حبة واحدة، كتير منيح للجسم، كتير منيح للجلد، كتير منيح للشعر. اتمنى من عندكم دائما تاخذون فيتامينات هيك زي هاي الحبوب. هاي الحبوب بالنسبة احنا انها تنباع بالماركت، يعني بالسوبر ماركت، كيف انتوا عندكم سوبر ماركت تنباع عندنا بالسوبر ماركت، كتير منيحة وكتير كويسة وتقدرون تشربوها، تقوي تقوي الجلد، تقوي الشعر، تقوي الأظافر، كتير كويسة للجلد البشرة. هيك أنا حبيباتي كملت الفيديو، وأتمنى من عندكم حبيباتي أنكم استفاديتوا من هذا الفيديو، وبنفس الوقت حبيباتي أتمنى أنكم تطبقوا يومياً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى من عندكم حبيباتي أنكم تفعلوا الجرس دائما وتنشرون الفيديوهات بين صديقاتكم وبين أحبابكم، وكمان تزوروني على الفيسبوك وكمان على الانستغرام. وأتمنى من عندكم أن نكمل 50,000 يعني شو نقول، تبتعسون على الجرس وتكملوا لي 50,000 إن شاء الله. ابتسل الله بينكم وبين أحبابكم وبين أقاربكم. بدنا نسوي عشان إذا وصلنا 50,000 بدي أسوي هيك، نعمل يعني أنا وأنتو إن شاء الله نسوي الكيكة وهيك نحتفل بال50,000 مشاهد. وهيك حبيباتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.